هذه ما تقدر تعيش بدون مي، لازم تعيش داخل المي. لا خلينا دقائق دقائق. تعال جرب انت زميله، تعال شلون تريدين تشترين؟ الهواية جديدة على الناس، بس هي قديمة من الستينات، صار لها فترة طويلة ودخلت للوطن العربي تقريبا قبل 20 سنة 25 سنة. بشوف هسه هي بدأت بالعراق إن شاء الله. الهواية مميزة جدا. بعض الناس ماخذين أفكار خاطئة عن الزواحف أو الثعابين بصورة عامة. الثعابين بها نوعين، نوع سام ما نتقرب عليه نهائيا، ونوع عاصر صالح للتربية مثل ما تشوف أنت، صالح للتربية جدا، نطيل الأطفال ونربيهم أماكن خاصة تحت ظروف ملائمة وكذا. بالنسبة للناس وإقبالهم، الصراحة الناس تخاف من إذهم بالبداية، بس بعدين لما يشوفون هالشي احنا نطلع مهرجانات حتى نثقف الناس عن الهواية. مثلا هسه هذا الحيوان إذا تشوفه أنت سعره 1100 دولار. هذا الحيوان أنا أخذته كانت صغيرة صغيرة جدا، يعني طول متر، شوف هسه حجمها ايش قد، 3 امتار وشوية، طول متر أخذتها ب 2000 دولار، فالأسعار متفاوتة، يعني تتراوح ما بين ال 300 دولار 400 دولار لل 25000 دولار بعض الدول، يعني اكو انواع طفرات، يعني حتى بهذا النوع نفسه الشبكيات بانواع غالية بالوان غالية حسب اللون مالته والطفرة. لا هنا انا بس عرض، بس اكو ثعابين نبيع عن طريق البيع. والله الثعابين الحلو بيها اهم شيء انه ما تحتاج وقت طويل لتهتم بيها، تعرف انا كطالب قانون احتاج وقت ادرس امتحانات، مثلا عندي سفر، ما تحتاج ذاك الاهتمام، يحتاج ربع ساعة نص ساعة تطلعها تلعب وياهن، تفحصها خاف محتاجة شيء، تقيس درجة حرارتها، خلاص بعد ترجعها تشوف المي مالتها اهم شيء عندها، وغذائها كل اسبوع 10 ايام تتغذى مرة واحدة وخلاص. هذه الثعابين هي انه اشياء لطيفة نقدر انه نعلنها قدام الناس، والحمد لله تشوف اقبال الناس على الثعابين والالتقاط وياهم الصور، وكلهم حابين هذا الموضوع. لحد الان عندنا تكاثر كاثروا محلي كمستورد، بعدنا ان شاء الله هاي السنه حنبدي اول انتاج لهذا المحلي. تفاجئنا انه اول مره جاي نشوف معرض للزواحف، وكان هذا المعرض يعني حقيقه انه الزواحف متنوعه، احنا كنا نشاهد الزواحف فقط من خلال التلفزيون وبرامج التواصل الاجتماعي، الان احنا جاي نشوفها ملموسه، شيء ملموس وشيء راقي. اقدر اسال يا بأنه هذا يا صنف، هذا يا نوع، هذا يا كذا، أكو شخص يجاوبني، أكو ناس خبراء، أكو ناس مهتمة، ناس متثقفة لهذا الشيء، فحقيقة شيء جميل وشيء رائع. وهذا الشيء اللي صراحة مو بس جذبني، جذب كل المواطنين الموجودين في هذا المحفل الكريم. هذا مالتنا بعد عراقي مد. احنا حياة ما عرضناها ابدا.